عمرو موسى الأمين العام السادس لجامعة الدول العربية كانت له شعبية مميزة في الشارع المصري والعربي انعكاساً لمواقفه في الدفاع عن المصالح العربية. ولد في 1936 بالقاهرة لعائلة سياسية تنتمي إلى محافظتي القليوبية والغربية. كان والده محمود أبو زيد موسى نائباً في مجلس الأمة عن حزب الوفد، ولذا فقد سلك عمرو موسى السياسة وأصر على الالتحاق بكلية الحقوق منذ صغره، وبالفعل التحق بها وحصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957، والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية في العام التالي. عمل مديراً لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية عام 1977، ومندوباً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990، ووزيراً للخارجية في العام الذي يليه، وأميناً عاماً للجامعة العربية عام 2001 ولمدة 10 سنوات. وكانت فترة رئاسته للأمانة العامة للجامعة مليئة بالتحديات، بدءاً من غزو العراق مروراً باتفاقية السلام العربية الإسرائيلية، ووصولاً لحصار غزة وأحداث 11 سبتمبر وما نتج عنها من تشويه لصورة العرب. وبجانب إنجازاته الدبلوماسية، كان لموسى إنجازات هيكلية أخرى في الجامعة العربية، منها إنشاء البرلمان العربي وصندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة للسلطة التي أعطيت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة. ونشر موسى سيرة حياته المهنية في جزئين، كان الثاني منهما يتعلق بشهادته الموثقة عن 10 سنوات صاخبة أمضاها أميناً عاماً لجامعة الدول العربية. وتقلد موسى العديد من الأوسمة والجوائز، من بينها وشاح النيل من مصر ووشاح النيلين من السودان، بالإضافة للعديد من الأوسمة الرفيعة من مختلف دول العالم.